افضل هدف في الثلاثه؟ هدف التاني هدف التاني بالنسبه لي هو ده النادي الاهلي. يعني ايه هو ده النادي الاهلي؟ انت بتلعب ميدياما، فريق في المتناول، اول دور، في اول ماتش في دور المجموعات، ماتش سهل. السيستم، المنظومه، الناس كانت بتبتدي تنسى ايه اهم. اول ما كنت تشوف الفرقه لو قلعوا التيشيرتات ولبسوا التيشيرتات باي لون تاني، هو ده طريقه مارسيل كولر وهي دي طريقه الاهلي السنه اللي فاتت. ايه اللي بقى اللي افتقده النادي الاهلي؟ اتكلم عليها محمود في البدايه، الحده في الضغط وقفل زوايا التمرير والوقفات الصح. انك لما تعمل ضغط عكسي مش لازم يبقى من هنا، من على خط ال 18 خالص، اعمله من المنطقه اللي تحبها، من وسط الملعب، لو بلوك لو بتلعب فريق اعلى منك في كاس عالم انديه او غيره، لكن يبقى عندك وقفه صح. لما تقف صح وتتمركز صح يبقى هو ده النادي الاهلي، يبقى هو ده مارسيل كولر، هو ده الاهلي بتاع مارسيل كولر. حتى لو قلعوا التيشيرتات دي، حتى لو ما تعرفش مين اللعيبه، سيستم اللي يعجبك في الهدف، السيستم. بص هنا امام مش باصص على الكوره ولا طالع بيهاجم، امام راجع مع الراجل عشان يجبر الراجل ده انه ما يبصلوش، امام راجع عشان يقفل مع الراجل الجناح اليمين عشان ما يخلوش يبصيله. حسين ابتدى يتوقع الباس لانه واقف صح، هو بيدور مش بس نروح يضغط وخلاص يبيع نفسه، مش بيحلق، هو رايح يقفل زوايا تمرير. فحسين قطعها هنا لانه هو عينيه على الراجل وعينيه على الكوره وعينيه على المكان، عامل سكان هو واقف فين وباصص على الراجل. هو ده اللي كان بيعمله الاهلي السنه اللي فاتت، ان يستخلص الكوره بضغط عكسي، بقفل زوايا تمرير بشكل جيد. ده بيحتاج تركيز، بيحتاج جاهزيه، بيحتاج ضغط، بيحتاج منظومه، ما ينفعش واحد ولا اتنين يعملوه، لازم الكل. قطعها حسين الكوره عملت هدف. انا اللقطه بالنسبه لي غير الجول المنظومه، فانت بتتكلم على حسين قطع الكوره، قطع له كهربا وراء قفشه بالمناسبه، يعني انت لو بصيت الكوره حتى لو عدت من كهربا، انا بتكلم كده على الوقفات، اللعيبه واقفه فين؟ واقفه صح ولا واقفه غلط؟ بص بيرسي تاو، ده اليو ديانج ولا تاو؟ انا مش شايف والله، بس اعتقد انه تاو، ده تاو. تاو واقف في مكانه الطبيعي، واقف مركز الجناح اليمين، قفشه واقف في المكان اللي المفروض يتواجد فيه. في زون 14 او على خط ال 18، بص حتى لو رجعت من كهربا، بص يا كريم واقفه نموذج. الراجل الجناح الشمال هو اللي بيقطع الكوره وهو اللي حطها بالعرض، الفيرود واقف مكانه على نقطه البنالتي بالظبط، بيرسي ده واقف مركز الجناح اليمين، قفشه واقف على خط ال 18، واقفه نموذج. مش قضيه الجول ولا قضيه مين جابه ولا قضيه ان حسين سجل بعد كده، قضيه المنظومه. حطوا بقى، علقوا كده في اوضه اللبس ان هو ده شكل النادي الاهلي، هو ده الشكل المفروض تبقوا عليه عشان ترجعوا زي السنه اللي فاتت. اضغط، اقف صح، ركز، والمنظومه مش واحد ولا اتنين يضغطوا والباقي يتفرج عليهم. يا اخي تغيب تغيب وريحتك فيه. صح ولا يا عم محمود؟ مش قريب والله، مش قريب.